بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الأول الإعداد، إن شاء الله النهاردة هنتناول لسن 3-4 من يونت 8 أو من الوحدة الثامنة عندنا. زي طبعا ما بدأنا يونت 8 وتناولنا الدرس الأول والثاني، إن شاء الله هنتواصل ونكمل لسن 3-4، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طبعا بنبدأ بالجزء الخاص بالفوكاب، عندنا suspension bridge again suspension bridge. suspension يعني معلق، suspension bridge يعني الكوبري المعلق. sunset يعني غروب الشمس، sunset. عكسها طبعا sunshine او sunrise، sunset طبعا او sunset يعني غروب، عكسها sunrise او sunshine يعني شروق الشمس. ice skating يعني التزحلق على الجليد، ice skating. يبقى ice skating يعني التزحلق على الجليد. skying اللي هو التزحلق على الجليد، يبقى ice skating تزحلق على الجليد باستخدام حذاء التزحلق. اما skying تزحلق على الجليد باستخدام لوح التزحلق. view يعني منظر طبيعي، رؤية. view mountain climbing زي ما احنا عارفين حرف البي silent، mountain في climbing، فطبعا هنا البي silent. tennis يعني لعبة كرة التنس. insect يعني حشرة. achievements يعني إنجازات. achievements جاي منها الفعل achieve، الفعل نفسه achieve achieve، يبقى achieve يعني ينجز أو يحقق، منها achievements يعني إنجازات. proud يعني فخور، proud يعني فخور. opinion يعني رأي، opinion يعني رأي. نيجي عندنا الباقي الكلمات. finally يعني أخيرا. probably من المحتمل. protect يحمي. glass floor يعني أرضية زجاجية. Niles Warda Island يعني جزيرة الوراق. Niles Warda Island جزيرة الوراق في النيل. social studies يعني الدراسات الاجتماعية. popular يعني مشهور. popular. the express train يعني قطار سريع، كلمة express يعني سريع. school subject يعني مادة دراسية. school subject. holiday places يعني أماكن لقضاء الأجازة. holiday places. TV show عرض تلفزيوني. travels يعني سفريات أو رحلات، جاي منها الverb travel يعني يسافر. يبقى travel يسافر الفعل، وtravels اللي هي سفريات أو رحلات نون اسم. right now يعني حالا. right now يعني حالا. politely يعني بطريقة مهذبة. politely. price يعني سعر أو الثمن. price. ذهب يعني مدينة ذهب. sports club يعني نادي رياضي. نادي رياضي sports club. اتروسكان شرو يعني طبعا حيوان يشبه الفار، طبعا ده حيوان. اتروسكان شرو طبعا دي ذبابة الاتروسكان وهي طبعا حيوان بيشبه الفأر. بالنسبة لتصريفات الأفعال، fly flew flown beautiful عكسها ugly. beautiful يعني جميل، عكسها ugly يعني قبيح. cheap يعني رخيص، عكسها expensive يعني غالي الثمن. cheap expensive. dangerous يعني خطير، عكسها safe يعني آمن. dangerous safe. agree يعني يوافق. disagree لا يوافق.
polite يعني مؤدب أو مهذب، عكسها impolite يعني غير مؤدب أو غير مهذب. healthy يعني صحي، عكسها unhealthy يعني غير صحي. healthy unhealthy. achievement، achievement لو جينا نعرف الكلمة قالنا a result to be proud of. achievement إنجاز، a result يعني نتيجة، to be proud of لكونك فخور. dangerous يعني خطير، dangerous. able to harm not safe، ممكن نقول able to cause harm، able to cause harm أو ممكن معناها not safe ليس آمن، يعني able قادرة على إنك تسبب ضرر، طبعا dangerous حاجة خطيرة، أو not safe، safe نفسها بتساوي not dangerous، not in danger، not in a dangerous situation or position، not in a dangerous situation or position. sun set اللي هي لحظة غروب الشمس. the time when the sun disappears from the sky، the time الوقت when the sun disappears from the sky الوقت اللي فيه الشمس بتغرب. at the end of the day في نهاية اليوم، يبقى السانسيت الغروب. the time اللي هو الوقت. when the sun لما الشمس disappears يعني بتختفي. from the sky من السماء. at the end of the day. suspension bridge. suspension bridge a long bridge that has thick metal wires to hold it up. a long bridge يعني كبر طويل. that has thick metal يعني في مادة، في wires أسلاك معدنية سميكة to hold it up بتحمله. ugly means not nice to look at or not beautiful. nice not beautiful. ugly يعني قبيح بتسوي not beautiful يعني ليس جميل، أو not nice to look at look not like. not nice يعني ليس لطيف، to look at ان انت تنظر، ان not nice to look at. بالنسبة لي الريدنج عندنا ناخد بالنا ذا تحيا مصر بريدج، طبعا لابد نقرأ التكست عشان في معلومات لابد ان انا اكون عارفها، ممكن ايه بيتوقف على سؤال تشويس. the world's widest suspension bridge. the world's widest suspension bridge يعني طبعا كوبري معلق مواسع على مستوى العالم. opened in Cairo افتتح في القاهرة in May 2019 في مايو 2019. it's 67.36 meters wide and 540 meters long. طبعا اتساعه 67.6 متر وطوله 540 متر. طبعا دي معلومات لابد تكون عارفينها. ده طبعا الصورة او البيكتشر بتاعته. more than 4000 people helped to build it. more than يعني اكثر من 4000، اكثر من 4000 شخص ساعدوا في بناء هذا الكوبري. they started building it in 2016. they started building it بدأوا في بنائه في 2016. they finished it in 32 months وانتهوا من بنائه في خلال 32 شهر. the bridge crosses the Nile وراء the island. more than 100,000 people live on the island. the bridge crosses الكوبري ده بيعبر the Nile وراء the island جزيرة الوراء. more than 100,000 people أكثر من 100,000 شخص live on the island بيعيشوا على الجزيرة. many people enjoy walking across the bridge طبعا الكثير من الناس بيستمتعوا بالمشي فوق هذا الكوبري. it has a glass floor طبعا الأرضية بتاعته زجاجية. so you can see the river under your feet. so you can عشان كده ممكن ترى النيل under your feet من تحت الأقدام. the best time to cross the bridge is a sunset أفضل وقت إن أنت تمشي من على الكوبري لحظة غروب الشمس. for a beautiful view لمنظر جميل أو طبيعي جميل of the city للمدينة. بعد كده عندنا listening للاستماع.
In front of us you can see the world's widest suspension bridge، يعني ممكن ترى اللي هو أوسع كوبري معلق في العالم. It opened in Cairo in May 2019. It's 67.36 meters wide and 540 meters long. More than 4,000 people helped to build it. They started building it in 2016 and they finally finished it 32 months later. The bridge crosses the Nile's Ras Island. More than 100,000 people live on the island. Many people enjoy walking across the bridge. It has a glass floor so you can see the river under your feet. The best time to cross the bridge is at the sunset for a beautiful view of the city. The express train to Aswan is the fastest one. The express train يعني القطار السريع to Aswan لمدينة أسوان is the fastest one يعني أسرع واحد. Cairo streets are the busiest in Egypt. Cairo streets شوارع القاهرة are the busiest. طبعا هنا زي ما احنا شايفين the busiest يعني the busiest يعني الأكثر ازدحاما. عندنا هنا the fastest يعني الايه الأسرع. Do you think that تحيا مصر بريدجي will be the most popular place يعني أكثر مكان in Cairo in the future في القاهرة في المستقبل. Some people believe بعض الناس بيؤمنوا أو بيصدقوا that passes inside Cairo are the least expensive إن الأتوبيسات في القاهرة أرخص أو أقل ثمنا. A means of transport من أو أرخص وسائل المواصلات. This red smartphone هذا السمارتفون الهاتف الذكي is the most expensive one. طبعا بنقارنه بنقول the most expensive one. طبعا كل الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل حالا في الجرامر. I think محمد صلاح is the best. I think محمد صلاح is the best player in Egypt. يعني محمد صلاح ده أفضل لاعب موجود أو فين في مصر. Which subject do you think is more difficult, English or science؟ هنا في طبعا more difficult في مقارنة بيقارن بين حاجتين more difficult. In my opinion science is the most difficult of all. طبعا هنا بيقارن العلوم بكل المواد يبقى دي مقارنة بين اتنين دي مقارنة بين اكتر من اتنين. I think Dahab has the most beautiful beach in Egypt. اعتقد ان مدينة دهب فيها اجمل شاطئ في مصر. Do you هل بتتفق معي؟ Do you I agree يعني أنا بتفق معك. يبقى لما وافق شخص على شيء بقول له I agree it's also the least crowded. وطبعا بتفق معي إنه أقل ازدحاما. It's the least crowded the least. What's your opinion of science of ice skating؟ إيه رأيك في الايس سكيتنج؟ Do you agree that it's more dangerous than mountain climbing؟ إطلاع I am afraid I don't agree. يعني أنا أخشى إن أنا ما بتفقش معاك في الكلام ده. What do you think about the new TV show؟ إيه رأيك في العرض التلفزيوني؟ الله I think it's the funniest show. Funniest يعني أكثرهم إيه؟ متعة. On TV right now حالا أو في الوقت الحالي. لو جينا نشوف الإكسبريشنز enjoy عارفين إن الفعل enjoy من الأفعال اللي بيجي وراها الفيرب بلس ing. enjoy من الأفعال اللي بتتبع ب ing enjoy. يعني أقول لك for example مثلا people enjoy walking ممكن الفيرب بلس ing أو النون. people enjoy walking across the bridge يبقى عندنا الفعل هنا جي ايه ing enjoy walking. I enjoy my holiday in Alexandria. أنا استمتعت بأجازتي في الإسكندرية. بالنسبة لكروس وأكروس الفرق بينهم كروس يعني يعبر كفعل يعبر أما أكروس حرف جر معناها عبر. The bridge crosses the Nile and Ra's Island. الكوبري بيعبر أو بيمر عبر النايل والرأز آيلاند جزيرة الوراء. أما أكروس يعني عبر حرف جر. It's the best time to walk across the bridge. يعني ده أفضل وقت إن أنت تمشي عبر النيل يعني على امتداد النيل. It takes أو it took بيجي معاه to plus infinitive. It takes يستغرق بيجي معاه to plus infinitive. It took 5 years to build the bridge. يعني استغرق 5 سنوات لبناء الكوبري. يبقى it takes أو it took to five years to build. يبقى استغرق 5 سنوات للبناء. It takes me half an hour to go to home. استغرق مني 5 دقايق عشان أوصل home from school إن أوصل للمنزل من المدرسة. Proud of بيجي وراها
إلا إما الفيرب بلس أي إن جي أو نون، أما proud to be وراء الإنفينيتيف. أما أقول he is proud of his uncle، فخور بعمه. They are proud of being Egyptian، فخورون بكونهم مصريين. يبقى of بيجي مع أي إن جي أو اسم، أما to infinitive he is proud to be Egyptian، هو فخور كونه مصري. يبقى of أي إن جي to plus infinitive. Busy يعني مزدحم، بتساوي crowded. Busy day يعني يوم، day full of work يعني يوم مزدحم أو كثير بالأعمال. I had a busy day yesterday، أنا كان عندي يوم مزدحم yesterday أمس. Busy room يعني حجرة ممتلئة. A room full of people، ممتلئة بالناس. The room is very busy، الحجرة ممتلئة بالناس. I can't breathe يعني لا أستطيع التنفس. Afraid يعني أخشى، أنا آسف. I am afraid بتساوي I am sorry. I am afraid بتساوي I am sorry. أنا آسف أو أنا أخشى. Can you lend me your bike؟ لو أنا بطلب حاجة من شخص، Can you lend me your bike please؟ ممكن تعرني البايك. I am afraid I can't I need it، يعني أنا آسف. I can't I need it، أنا محتاج. يبقى I am afraid بتساوي I am sorry. Afraid of بتساوي frightened of، يعني خائف من. رحمة is afraid of dogs، يعني خايفة من الدوجز. وأي تعبيرات خوف بيجي مع حرف الجر إيه؟ of. afraid of، terrified of، frightened of. أي خوف، أي تعبير بيدل على الخوف بيجي معاه of. way يعني طريق، way يعني طريق أو أسلوب. no way يعني مستحيل. أما أقول لك on my way، ناخد بالنا من الإكسبريشن ده. on my way يعني في طريق. on my way home to school I met Mr. علي. on my way to school، في طريقي للمنزل أنا قابلت مستر عادل. I don't like his way of thinking، أنا ما بحبش طريقته في التفكير. يبقى way معناه طريق، way معناه أسلوب أو طريقة، وno way معناه مستحيل. can you ride a bike؟ what no way يعني لا مستحيل، مستحيل هنا، وطبعا بتعبر عن الرفض. no way يعني مستحيل. ناخد بالنا من الاكسبريشنز. the best time to، the best time to يعني افضل وقت لي. walk across يمشي عبر. view of the city منظر طبيعي للمدينه. it's important to be polite، it's important to be polite، من المهم ان انت تبقى polite مهذب. I feel the same as you about that، I feel the same، انا بشعر بنفس الشعور مثلك. you are wrong يعني انت على خطأ. you are wrong. بالنسبة للإكسبريشنز ناخد بالنا منها وحروف الجر. in my opinion في رأيي الشخصي. show on TV يعني عرض في التلفزيون. what's your opinion of، ما رأيك فيه. give your opinion أعطي رأيك. give your opinion. disagree with someone لا يتفق مع شخص. disagree with someone. disagreeing politely يعني الاعتراض بطريقة مهذبة. disagreeing politely. live on the island يعيش على الجزيرة. think of أو about يعني يفكر فيه أو يعتقد. I don't have the same opinion، I don't have the same opinion، ليس لدي نفس الرأي. I don't have the same opinion، قلنا no way معناه مستحيل. I am not sure about that، I am not sure about that يعني أنا غير متأكد من ذلك. I am not sure about that. no way قلنا مستحيل. work in pairs يعمل في مجموعات. in minutes في خلال دقائق. in hours في خلال ساعات. in weeks في خلال أسابيع. the same size as، the same size as يعني نفس الحجم. look like يعني يشبه، واخدنا طبعا الترم الأولاني. هنشوف أسئلة كده على الفوكاب. number one، the تحيا مصر بريدج is the world's widest suspension bridge. طبعا قلنا suspension يعني أكبر كوبري معلق في العالم. I enjoy the view of the Nile at the end of the day at the sunset. قلنا sunset اللي لحظة غروب الشمس. sunset لكن sunrise و sunshine معناه شروق الشمس. sunscreen كريم واقي للشمس. there is a beautiful view of the city from Cairo tower. طبعا قلنا view يعني منظر طبيعي. في منظر طبيعي للقاهرة من للمدينة من على برج القاهرة. mountain climbing اللي هو تسلق الجبال. mountain climbing is the most dangerous sport يعني أكثر لعبة خطيرة. it's important to be proud of your country's achievements، يجب أن أنت تكون فخور من إنجازات بلدك. your country بلدك. the bridge has a glass floor، الكوبري ليه
أرضية زجاجية a glass floor so you can see the river under it عشان كده ممكن تشوف النهر من أسفله. Remember that it's important to be safe يعني تكون آمن when you give your opinion. When you give your opinion remember that it's important to be polite يعني تبقى مهذب سوري تبقى مهذب when you give your opinion وانت بتدي او بتقدم اللي هو مين تقدم رأيك. It's important to be polite. Space means able to cause harm يعني يسبب ضرر طبعا dangerous dangerous اللي هي بتسبب ضرر خطيرة يبقى بيسبب ضرر. The opposite of beautiful قلنا عكس beautiful ugly ugly يعني قبيح beautiful ugly يعني جميل قبيح. Most modern cars are space they aren't cheap طبعا not cheap يبقى expensive expensive يعني غالي. The تحيا مصر بريدج is 6736 متر زي طبعا 67 و 36 طبعا هنا الوايد اللي هو الاتساع اتساع 67 أما طوله قلنا 500 أربعة. Many people enjoy walking across يعني قلنا across عبر عن امتداد كحرف جر across the bridge. What do you think think تعتقد about the new TV show what do you think لكن think يعني يشكر اللي عندنا sing يغني sink يعني يغرق. I am proud of my father لا قلنا of ما قلناش to لأن to قلنا بيجي معاه فعل أما of بيجي وراها اسم أو verb plus ing. I disagree with you I disagree with you يعني أنا بعترض أو أنا لا أتوافق معك. I disagree و I agree والعكس منها I agree with you لكن I disagree with you يعني أنا إيه